الفضائية طلعت نزات تقدم أسبوع الفضاء العالمي 2019 سبيس ذكر فيها الفضاء والكون. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. We have set constellations in the heavens and made them pleasing to the beholders. المنظمات التي تهتم بدراسة الفضاء: 1. منظمة WSW. 2. الوكالة الفضائية الأوروبية ESA. 3. وكالة ناسا الأمريكية ناسا NASA. ما هو تعريف الفضاء؟ الفضاء بالنسبة لكوكب الأرض، فإن الفضاء الخارجي هو المنطقة الواقعة على بعد 100 كيلومتر عموديا على سطح الأرض، والتي سيكون التنفس فيها صعبا جدا لقلة الأكسجين، حيث يكون الغلاف الجوي للأرض قد اختفى تقريبا، الأمر الذي يسبب أيضا تغير لون السماء من الأزرق إلى الأسود حتى لو كان في منتصف النهار، حيث إن جزيئات الأكسجين والنيتروجين هي التي تشتت الضوء ذات طول الموج الأزرق الذي يتناغم مع حجمها مسببا لون السماء الأزرق. والفضاء ليس فارغا تماما، بل إنه مملوء بالجزيئات المتناثرة هنا وهناك، ولكنها بعيدة جدا عن بعضها البعض، الأمر الذي يجعل كثافة هذه المادة والتي هي غازات وغبار قليلة جدا، وتقل الكثافة كلما ابتعدنا عن مراكز كتل المجموعات النجمية مثل مجموعتنا الشمسية ومراكز كتل المجرات. أهمية الفضاء والفلك على الحياة في الأرض: إنما يحدث في الفضاء من ظواهر طبيعية وكوارث قد تهدد الحياة على الأرض، مثل سقوط النيازك عليها، كما أن الثقب الموجود في طبقة الأوزون في الغلاف الجوي يؤثر على صحة الكائنات الحية على الأرض. هذه الصورة للثقب الموجود في طبقة الأوزون. وظيفة طبقة الأوزون: طبقة الأوزون هي جزء من الغلاف الجوي الذي يحيط الكرة الأرضية، ومن أهميتها الكبيرة أنها تمنع أشعة الشمس الضارة التي قد تسبب سرطان الجلد من الوصول إلى الأرض. دراسة الظواهر الفلكية وتحليلها: الظاهرة الفلكية: الظاهرة الفلكية هي عبارة عن ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة الحركة المستمرة للكواكب وقوة الجاذبية، بالإضافة إلى التغيرات التي تحدث داخل النظام الأساسي للنجوم، وهي كلها عوامل تنتج عنها أنواع مختلفة من الظواهر الفلكية التي يمكن رؤية بعضها بالعين المجردة ضمن الظروف العادية، وبعضها لا يتكرر إلا مرة في عدة قرون مثل المذنبات. وتقع جميع الظواهر الفلكية التي تنشأ خارج الغلاف الجوي للأرض ضمن نطاق علم الفلك، ومن دون شك تعتبر الشمس من أبرز الأجرام السماوية التي تمر بظواهر فلكية مختلفة مثل الكسوف. أندر الظواهر الفلكية: نيزك ليونت. يحدث هذا النيزك عاصفة عندما يمر من خلال مدار الأرض، ويدور مرة كل 33 عاما، ويمكن أن يسبب سقوط أكثر من 1000 شهاب على الأرض خلال 15 دقيقة، واكتشف لأول مرة في عام 1833. مذنب هيل بوب: مذنب هيل بوب هو واحد من ألمع المذنبات في الفضاء، حيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة، ويقدر العلماء بأن هذا المذنب استغرق 2392 عاما ليدور حول الشمس، واكتشف لأول مرة في عام 1995 ميلادي. العاصفة الرعدية البيضاء: مرة كل 33 سنة يحدث تشكل ضخم في نصف الكرة الشمالي من زحل، وتعرف هذه الظاهرة بالعاصفة الرعدية البيضاء الكبيرة Great White Spot، وهي من مادة الأمونيا الغنية التي تتشكل على هيئة غيوم، تسبب عواصف رعدية قوية وبرق، ويكون طولها نصف قطر الكرة الأرضية، ويقدر بأن أكثر من 10 سلاسل برقية تحدث في كل ثانية، ويحدث تبخر للمياه الموجودة في جو زحل ليصبح أكثر كثافة
وتكون هذه العواصف الأقوى من العواصف الأرضية بعشرة آلاف مرة. تنمية القيم الاجتماعية. واحد، يجب علينا المحافظة على كوكب الأرض وحمايته، وذلك من خلال التقليل من التلوث. توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة. المراجع. تحيات رائدة النشاط نورة غزالي وقائدة المدرسة أستاذة خلود النزاوي.